انت مجنونه؟ جيتي عشان تقولي لي على اللي جواكي، وقعدت معاكي وسمعتك وصدقتك، وفجاه كده مشيتي وسبتيني. ده معناه ايه؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ انت ايه؟ انا عمري في حياتي ما قابلت واحده حيرتني بالشكل ده. ليلى انا مش فاهمك. بصي، انا فكرت كتير. انا بحبك، والله العظيم بحبك. انت مش واحده انا شفتها وعايزه اضيع وقت معاها، لا. ليلى انت غيرتيني. انا حسيت معاكي بحاجات عمري ما كنت حاسسها والله. يمكن كنت قاسي عليكي لما عرفت الحقيقه، بس ده عشان انت خبيتي عليا. بس لما بعدتي عني انا عرفت قيمتك، وشفت ان الحاجات اللي انت مخبياها انا ممكن اقبلها. ليلى انا عايزك تصارحيني، عايزك تبقي كتاب مفتوح قدامي، ما تخليش اي حاجز بيني وبينك. أنا عايز أكسر كل الحواجز دي. وأنا بحبك، والله بحبك قوي، وأسفة إذا كنت خبيت عليك، بس غصب عني أنا كنت خايفة تبعد عني. وبصراحة أنا بقيت أخاف من بعض. الحقيقة إنه أنا في حياتي لخبطة كتير جدا، الدنيا مدربكة كده، وعندي مشاكل هقولها لك، والله هقولها لك، بس يعني انا محتاجه شويه وقت، يعني اديني شويه وقت. مسيرك تعرف كل حاجه برضو، مش عايزه تقولي لي. شوفي يا ليلى، انا هسيبك لغايه لما تبقي كتاب مفتوح قدامي، ولو ده ما حصلش كل واحد فينا هيمشي من سكه. يا سيدي كان مسافر، قلت له اوعك تسافر الا ما تخلص موضوع وسيم بيه. وسيم باشا، انا خلصت الديل كله خلاص، ناقص ان احنا بس نتفق مع بعض، واظن طبعا احنا مش هنختلف على حاجه. نختلف ليه بس؟ بس انتوا متاخرين كتير يا باشا. قول لي بس، انتوا قلقانين من حاجه؟ الحكايه كلها ان الحاج بيظبط حساباته. طيب انت عارف بقى الناس القديمه عقبال ما بتظبط حساباتها وتخلص بتاخد وقت كتير. انا اسف اتاخرت عليكم. لا اتفضل حبيبي. ايه طمني، ايه الاخبار؟ اختلفوا على السعر. انا شايف ان البايع عنده حق، لانها تسوى اكتر من كده بكتير. قريه سياحيه 5 نجوم كامله المرافق وفي الغردقه. انا شايف ان الشاري كان عايز يموتها. طب النهايه ايه بتاع الموضوع ده؟ والله انا قلت للبايع ما يستعجلش، مهما كان انا يهمني ان البايع ياخد حقه، ما هو مش عشان العموله نخسر سمعتنا، حق ربنا. على فكره في واحده اتصلت بيها اسمها عاليه، بتقول انها موظفه عندكم في الشركه. أنا استغربت، جابت نمرتي منين؟ معقول؟ عليا؟ أنا دلوقتي افتكرت، هي يومها كانت ماسكة موبايلي وعمالة تفتش فيه، أكيد أخذت رقم عمر، وأنا لما سألتها قالت لي إن التليفون عاجبها وقال إيه هتشتري واحد زيه. أيوة، هتكلم عمر بتاع إيه يعني؟ مش معنى عمر بالذات اللي اتكلمني. شافته معايا مرة في الشركة وسألتني وفضلت تسألني، قلت لها ده واحد في بينا وما بينه شغل في الشركة. أنا بجد مش عارفة البنت دي عايزة إيه، بتتحشر في كل حاجة، دي حشرية جدا. طب يا وسيم باشا، أنا هضطر أمشي، أنا عندي مواعيد في البنك ولازم اروح اعملها. اتفضل. طب يلا بعد اذنكم. بالاذن. وسيم بي، انا عايزه استاذنك بجد، البنت دي انا مش عايزه اتعامل معاها خالص، دي بتعمل مشاكل كتير، وبعدين انا نوعيه من الناس دي مش بعرف اتعامل معاها. البنك ملوش دعوه بكل الكلام ده يا سرور بيه. البنك له دفعاته وقروضه المسحوبه بناء على المشروع المقام فقط لا غير. بس عيب قوي ان البنك يدي قرض زي ده من غير ما يتاكد ان المقترض مغطي المبلغ. احنا ورقنا كله سليم يا هاني. يعني اعتبر ان القرض متغطي، وان لو ما تمش السداد هتحجز على الاصول اللي قدمها ايهاب للبنك. الحقيقه الاصول دي باسم شركه سعادتك مش باسم شركه ايهاب. طب الحل؟ سرور بيه، انا جيت هنا عشان خاطر سعادتك وتعاملاتك معانا، وانت بالنسبه لي صديق شخصي. لولا كده وبصفتي صديق شخصي لحضرتك بسالك الحل ايه؟ الحقيقة دي غلطة الأنسة سلمى،
والحقيقة أنا على فكرة أنا نسيت أقول لك إن أنا والأنسة سلمى هنتجوز. إيه؟ مش هتقول مبروك؟ كده الوضع اختلف. سرور بيه خدماته كتير عليا وجمايله مغذياني. أنا عارف إنك أنت زعلان عشان أنا طلبت منك إن إحنا نتقابل هنا في الشركة. وعارف كمان إن جايتك هنا حاجة مش قليلة. بس أنا حبيت نقعد في مكان يعني محدش يزعجنا فيه. علشان أكون واضح، أنا مش هقدر أعمل أي حاجة مع إيهاب. وأنا نسيت إيهاب ده خالص. يبقى الموضوع ببساطة هو ترتيب الأمور. بحيث الأمور تمشي على أكمل وجه ومبقاش فيه أي ضرر. والمشروع يكمل. والمدينة السكنية بإذن الله هتكتمل. وأنا وصيت المحاسب اللي بيشتغل عندي إن يعمل لي دراسة جدوى على المشروع كله. وبصراحة عمل لي دراسة جدوى وجاب لي نتائج. عايز أخد معاك عشان تقول لي أعمل إيه في النتائج دي. وبطلب منك رجاء. أنا عايز البنك يؤكد إن قيمة الأرض والمباني اللي عليها تساوي بالظبط قيمة القرض وأكتر. الحقيقة الموضوع ده مش بتاعنا. في خبير بيقوم بالأمور دي. الخبير اللي حدد ان اجراءات ايهاب كلها سليمه، مفيش مانع برضو ان هو يبقى موجود معانا ولا ايه؟ وبعدين مدام الاوراق سليمه محدش هيسال ورانا. بس في موظف في البنك عندك حبيبي عايزك تاخد بالك منه شويه. تحت امرك يا سرور بيه، وتحت امرك يا سلمى هانم. استاذن بقى عشان عندي ميعاد. اتفضل. ادخل. اتأخرت ليه؟ هي فوق نايمة. اطلع خلص يلا. دلوقتي جبت لك اخرها. مين دي؟ عاليه معهد فوق متوسط، وكانت بتشتغل دلاله بنت الدلاله. اتعرفت منين؟ بعت واحد الحاره بتاعتها يسال عليها على اساس انه عريسه عايز يتجوزها، وعرفت عنها كل حاجه. طب مش يمكن اللي قال لك الاخبار دي يكون غلطان في حاجه؟ ودي تفوتني برضو. رحت المعهد بتاعها دلوقتي شهادتها ايه؟ انت عارف معنى الكلام ده ايه؟ معناها ولا عزه بالله انها نصابه.
انت سيب لي الورق ده، انا عايزه اشوف وشها لما تشوف الورق ده معايا. لا، الورق ده لازم يبقى معايا ولازم انا اللي اقول له. انت ما تعرفيش بنت الكلب هي والعبيطه التانية كانوا بيتعاملوا معايا ازاي. هو وسيم جه؟ لا لسه ما جاش ولا هي كمان. طيب انا همشي دلوقتي وهقول لك بعدين على اللي حصل. خليكي بقى على لينك معايا. ايه يا حسني؟ انت فين يا ابني؟ احنا مشي بينا شغل ومواعيد وكده. يعني انت هتسهرني؟ قشط عليك يا معلم. او النبي حسني، لان انا عايز اسهر، عايز اروق دماغي شويه. ماشي يلا سلام. ايه انت هتقول له انك عرفت؟ انت عبيط يا لا؟ لا طبعا. اقول له ايه؟ انا بس عايز اجيب اخر سلمى دي ايه؟ وبعدين خلي بالك انا عرفت ان سرور خطبها. اه بس ده مش حلو يا إيه؟ الحلو في الكشري يا عم عمر. خلينا لاخر الموضوع دوت، ولو عرفنا نصفيه مع سلمى مفيش مشكله. سرور باشا حبيبنا برضه. بصراحة بقى أنا قلقان على سلامة. ما هو صاحبي وحبيبي برضه. صحيح كان هيقل معايا قبل كده، بس برضه حبيبي لازم أخاف عليه. إيه يعني إيه اللي حصل؟ مش فاهمة. ما حصلش حاجة. أنا بس بحكي معاكي. عايز حد أتكلم معاه وأفضفض معاه عليا. طيب يعني حكيت وفضفضت يا حسني ولا لسه؟ إيه ده أنت بتقفليني عليا؟ إيه يا شيخة في إيه؟ أنت وحشة ليه كده؟ ما بتحسيش؟ إيه يا شيخة؟ هو اللي في صدرك ده ايه؟ ما اقصدش يعني ده قلب ده ولا فرد شراب مقلوب؟ يا شيخه كلميني بحنيه حتى عشان خاطر اللي بينا. طيب يعني ممكن السهواكه دي تبقى الصبح على الاقل ابقى فايقه؟ ده انت مش طايقاني خالص. بس انا جايلك عشان حاجه واحده بس، عشان اقول لك ان انا بحبك 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 والله العظيم بحبك. ممكن اخش الحمام؟ اتفضل. ايه يعني؟ استنيتك تكلميني ومفيش فايدة. انا كنت هكلمك بس اتشغلت شوية اليومين اللي فاتوا. اتشغلت؟ انظروا ايه ده؟ ايه ده؟ جميعا كيف؟ انت بتعمل ايه؟ انا كنت بروي اثار الزرع اللي جوه. ايه ده؟ ده بيعمل ايه هنا؟ ما تردي! بيعمل ايه هنا؟ مين ده؟ ما تكلمي! في ايه؟ أنا حمار وغبي وغلطان. أنت مفيش فرق أبدا بينك وبين هالة. أقسم بالله العظيم. اسقي. يلا اسقي. ياه. بيقول كلام مؤلم. بجد يعني هو جرح كرامتك كده دلوقتي. يعني أنت وهالة زي بعض. بس أنا عجيب. بس هو صحيح فعلا هالة اكسكيوز مي اكسكيوز مي صحيح؟ لا بجد. والله برافو عليها، البنت دي شاطرة شاطرة. وحشتني، أنا أروح أسأل عليها بقى. بس كلامه مؤلم على فكرة. من ساعة أبونا وأمنا ما ماتوا وإحنا ملناش غير بعض، أنا كنت دايماً مسؤولة عن كل حاجة تخصك يا سلمى. وأوقات كتيرة قوي كنت بحس إنك بنتي مش أختي. عشان كده انا ضعيفه قدامك، وضعفي ده اللي بيخليني اسكت عن حاجات كتيره قوي عشان ما ازعلكيش. انا عارفه انك بتحبيني وعارفه انك بتخافي عليا قوي، وانا متاكده من ده. بلاش سرور، مش عشان ممكن يطلع زي ايهاب او ممكن يكون طمعان فيكي، لا عشان اكبر منك يا سلمى، وانت كمان ما بتحبهوش. يعني مفيش مشاعر بينك وبينه، وصدقيني ده غلط. من الواضح ان انا مش همر باي تجربه حب حقيقيه يا جليل. انت اللي مستعجله يا سلمى. اقولك يمكن انا اللي مش عايزه اعيش تجربه حب حقيقيه. عقلي دايما بيفكر وبيشتغل، هو انا عايزه ايه بالظبط؟ عايزه اللي بحلم بيه، فيلا وشركه وعربيه والعالم اللي بتمناه،
ولا عايزة حد بحبه بيحبني ونبني مستقبلنا سوا؟ لو لقيتي حد تحبيه بجد استحملي وهتكبروا مع بعض واحدة واحدة. بس العمر فات منه كتير وأنا ما عنديش استعداد استنى أكتر من كده. أنا عارفة أنت عايزة تقولي إيه. بصي يا حبيبتي، كل واحد فينا في الدنيا دي بيبقى له طريق بيختاره، ولو مشي فيه بيبقى صعب يرجع لورا. هو ده وضعي. يا سوسو في ايه؟ مش هتسلمه كده يعني وبتاع ولا ايه؟ ازيك؟ عادي. طب وصاحبك؟ مش عادي. اسكتي، واد تعبان قوي محتاج قلب حنين يطبطب عليه. تعبان ولا انت بتنخع؟ هي قاعده من اللي بيكرهوني قبل اللي بحبهم. واد تعبان خالص بجد يا لي حسني. اه والله تعبان قوي ونفسيته مفروله على الاخر. ازيك يا حسني؟ ازيك؟ عايزاكي تطلعي لي. حاضر. بسلميه على هلا والنبي، ربنا يصبرها ويقويها يا رب. اه والله الحنيه مالي قلبي. بقول لك ايه، انا هروح اشوفها عايزه ايه واجي لك على طول. اوعى إيه تتحرك من هنا. ماشي. يا سلام يا ابن المحظوظه. حسني ايه يا حلو؟ اتواكس ساكفة. بحبه يا ليلى وبحبه قوي كمان. انتي بقى فيكي ايه؟ مالك؟ والله ما انا عارفه، بقيتش عارفه ارضي نفسي. وانا عايزه اعرف حاجه، يعني اما الدنيا شايله لي حاجه كويسه كده كان ايه لازمته تعب القلب من الاول؟ سدت النفس ايه لازمته ان مراد يظهر في حياتي اصلا؟ عشان يوجع قلبي وخلاص؟ انا زهقت بصراحه. زهقت. واضح كده ان الدنيا مش اللي زينا. عارفه احنا عاملين زي ايه؟ زي صندوق الدنيا، الناس بتتفرج علينا عشان تتسلى وبس. أنا باين إني هفضل تعبانة كده على طول يا علي. أنا بجد تعبانة أوي. كل حاجة في الوقت
هبه. مش معقول. هاي يا هبه، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. يعني وانت يا بنتي تقلتي عليا من ساعه ما اختفيتي من الجامعه تماما، رحتي فين؟ ازيك يا انكل؟ تمام تمام. بقول لك ايه، بيكلميني في حاجات كتير قوي عايزه اقول لك عليها. اصلا انا اتجوزت احمد، فاكراه؟ كان معانا في الجامعه. هاي هاي احمد، مبروك. يبقى كلميني. ها، باي باي يا انكل. ده يا انكل 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 امل. اشرب العصير، اشرب العصير. اتأخرتي كده ليه؟ أنا قلت إنك مش جاية. وإيه يعني اللي هيخليني ما أجيش؟ أنت بتشربي إيه؟ ولا حاجة. اتفضلي. خير؟ أنا قصدكي في خدمة. أنت تؤمري؟ أنت عارفة إن إحنا دلوقتي عايشين لوحدينا. قلبي عندك والله. ما تأخذنيش يا أختي إني ما قدرتش أجي أعزي. لا أبداً، كلك واجب. وانتي ما تعرفيش معزتك في قلبي عامله ازاي. صادقه والله صادقه. الدنيا وحشه والناس ما بترحمش، والمرحوم الله يرحمه لكن عنده معايش ولا مال، واحنا على باب الله. طب بقولك ايه، خدي دول. والله ما معايا غيرهم دلوقتي. انتي فهمتيني غلط، انا ما اقصدش مستوره والحمد لله، انا قصدكي في حاجه تانيه خالص. خير يا اختي. عايزاكي تشوفي شغل الهالة. هالة؟ عايزاها ايه؟ تتوظف يعني؟ وظيفة ايه؟ هي الوظيفة بتجيب فلوس برضو؟ لا، عايزاكي تشغليها معاكي. وماله؟ هالة حلوة ويجي منها، بس هي هترضى؟ أنا هخليها ترضى. ازيك يا كريمة، عاملة ايه؟ انت هنا يا سامية؟ كويس، أنا عايزاكي. ازيك يا خالتي؟ الحمد لله. جرايه وليه؟ هتخليني واقفة على الباب كده؟ مش هتقولولي اتفضلي؟ اتفضلي يا خالتي. كتر خيرك. أمال فين هالة؟ أنا هنا. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ ايه يا بت؟ ما بتسأليش عليا ليه؟ انت مالكيش لو؟ أنا برضو الكبيرة وأنا اللي أسأل عليكي. ما انت برضو زي ولادي ولا ايه؟ طبعا يا خالتي. إيه بصوا، أنا عايزاكم انتوا الاتنين. يا ايه يا ولية؟ ما تروحوا تعملي لنا كوبايتين شاي، ولا انت متضايقة إن أنا جيت أزوركم؟ شايك تقيل ولا خفيف؟ بحبه على نار هاديه يا روحي. تعالي يا خالتي، اتفضلي اتفضلي. انا بنت يا ساميه، مش قلت لك قبل كده تتهدي شويه؟ ما انا مهدوده اهو، وليل ونهار شغل ما بعملش حاجه يا خالتي. انا قصدي الهده التانيه، تهدي سرك وتلمي نفسك شويه. وبعدين يا اختي انت كمان اوعي تسمعي كلام امك الموكوسه. أنا عارفاها بتفكر إزاي، ومش عايزاكي تخيبي خيبتك الأولانية. أمك دي أنا عجناها وخبزاها، وعارفة هي بتفكر إزاي. البني آدم عندها بتقيمه باللي في جيبه، ولما يخلص اللي في جيبه يبقى مالوش عازة. لكن اللي عنده كرامة وراجل بصحيح هو اللي زي أبوك الله يرحمه، هو ده اللي يتحط فوق الراس وفنن العين من جوه. الشاي خليه مني ليكي، اشربيه. ستر يا رب. كانت بتقولك ايه العقربه دي؟ ما هو انا لازم اشوفك بكره، لا الوقت اللي انت عايزه. خلاص اوكي، ماشي اتفقنا. اوكي سلام. ايه، انت ناوي تقعد في مصر كتير ولا ايه؟ يعني طيب، مش ناوي برضو تقول لي ايه اللي في دماغك؟ هيكون ايه؟ عندي شغل ولازم اخلصه. طب ما تيجي نخرج، ولا انت ناوي تقضي اليوم في البيت؟
بيني وبينك انا ماليش مزاج. لا الحكايه كده كبيره. مالك يا شريف في ايه؟ انت مش انت خالص على فكره. انا بحب او شكلي هحب. قشطه والله انت عسل. قول انا عارفك كده لما تتساهل. حلوه؟ تصدق غلطان ان انا بتكلم معاك؟ لو بتحبها ما تسيبهاش. بس لو بتحبها بجد. اصل انا عارفك بتاع مزاجك، اللي تحبه النهارده تكرهه بكره، خد بالك. هو بيني وبينك في مشكلة في الموضوع. اه يبقى بتفكر تخلع يا حلو. طالما قلت مشكلة وطالما مش صريح يبقى انت ناوي تقضي لك يومين على قد عادتك في مصر. على فكرة مش حقيقي. لا حقيقي. هو انا مش عارفك؟ طب يا عم مندو ما تقوم بقى تتكل على الله. يا عم من غير ما تقول انا ماشي. بس على فكرة انت ما بتحبش حد يقول لك الحقيقة. انت بتحب تسمع اللي على مزاجك وبس. بس انت عشان صاحبي ما بحبش اخدعك. ولازم اقول لك الحقيقة عشان تبقى شايف الامور صح. ولا هتزعل؟ ما هو الحق ما يزعلش. ايوه كده انا احبك. بقول لك ايه؟ وانا ممكن اشوفها؟ اكيد طبعا. يبقى هات نتعشى سوا النهارده لو ينفع. هقول لها. هتقول لها؟ شريف اللي اعرفه هو اللي بيحدد، ما بياخدش راي حد. عموما هستنى تليفونك. هحاول. هحاول؟ يبقى مش جاي. سلام يا حبيبي. سلام. ما بتؤمنش بالحب، لكن أظن بتؤمن بأن التفاهم ضروري بين أي زوجين. ده إذا قدروا يفهموا بعض. وليه ما نحاولش يا طارق؟ لأن الفارق كبير بين مستواي الفكري ومستواي. سلمى أنا نازلة، عايزة حاجة؟ لا. أنت مش هتردي ولا إيه؟ لا. ده إيهاب؟ لا ده سرور. في إيه؟ هو انت اتخانقت ولا ايه؟ لا اصل انا متضايقه شويه. فكرت كده في كلامك وحاسه كده انه صح. ما تحسبهاش بالورقه والقلم في الجواز وانت تستريحي. اقول لك على حاجه، مشكلتك انك دايما بتخلطي بين حياتك الشخصيه وبين طموحك. لو قدرتي تفرقي بين الاثنين هتستريحي قوي. يا سلمى الجواز ده لازم يكون مبني على حب، على تفاهم، مش فلوس وبزنس. عندك حق، الحب راحة وتفاهم مش فلوس وبزنس. هنزل. أجيب دكتور يا حاجة؟ هتبقى كويسة إن شاء الله. أنا اللي غلطان. ضغطت عليها إنها تاكل، واضح إنها كانت أكتر من طاقتها في الأكل تعبها. بس أنا برضه معذور. ما هي البت كانت قدامي هتوقع من جوع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. هي تمام؟ بقيتي كويسة؟ أنا فين؟ إيه اللي جابني هنا؟ إيه ده؟ أنت مش فاكرة أي حاجة ولا إيه؟ لا مش فاكرة حاجة. فاكرة إن أنا قابلتك في السيدة زينب وبس. طيب قومي قومي يا بنتي، خش الحمام وغيري هدومك والبسي هدمة من عند خالتك الحاجة فتحية وتوضي وصلي لك ركعتين. يلا يلا يا بنتي. على بالك.
تحت ايدك يا بنتي. يلا على مهلك، على مهلك. لا حول ولا قوة الا بالله. هي مالها؟ ها؟ هي مالها؟ هو ايه اللي هقول لك يا حاج؟ ما تقول في ايه؟ استني عليا يا حاج اما اشوف ايه الحكايه. امال الله الدرجات دي زعلان ومتضايق مني؟ الواحد يزعل من الناس اللي يهمه بس. تقصد ان انا ما همكش؟ كان ممكن نتكلم سوا؟ اسف ما عنديش وقت، مشغول. ظهر ان انا كنت شاغل نفسي بحاجات ما تستاهلش، حاجات غلط. وليه ما تقولش انك فاهم الوضع غلط؟ وان في حاجات لو عرفتها اكيد هتطلع مش غلطان. انا ماليش في اللي معرفوش. بني ادم بيتعامل بالظاهر مش بالباطن. تعرف ان الصوره كده بتعبر عني اكتر. اصلا كل الحاجات اللي جوايا متلخبطه، مفيش حاجه في مكانها، وده ليه أسباب غصب عني. مفيش حاجة اسمها غصب عني خالص. الأعمى ممكن يشوف حتى لو عينيه مش مفتحة. مش ده كلامك؟ يبقى عيب قوي لما المفتح مش عايز يشوف. قبل ما تفتح كنت بتشوف بقلبك، كنت بتحس بيا، كنت عارف إن في حاجة جوايا محركاني، كنت بتعذرني. وبعد ما فتحت ركنت قلبك على جنب. كان لازم تفضل تشوف بقلبك، ولما ترجع تشوف بعينك تاني تبقى أول واحد تحس بالإنسان اللي قدامك. عارف ليه؟ لأنك بتشوف بقلبك قبل عينيك. عليا، أنت كلامك غلط وتصرفاتك كلها مش مفهومة. ايه اللي مش مفهوم؟ انت عايز تعرف ايه؟ كل حاجة. الزفت اللي شفته عندك ده. هو انت بتغير عليا؟ طيب عايزني اقول لك الصراحة؟ يعني ايه الصراحة؟ طبعا لازم تقولي الصراحة. لو هتكدبي ما تقوليش، لأن ده معناه إن أنا مش مهم عندك. اللي بيحب لا بيكذب ولا بيخون، فاهمة؟ ولا بيخون. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا مراد؟ ايه الجميل ماله؟ مقريف ليه؟ انت عارف الحمل كده مقريفني ونفسي غم عليا وزهقانه. حبيبتي هو الحمل كده؟ على فكره بقى انت وحشتيني قوي. دي بقى بمناسبه ايه؟ بمناسبه ايه؟ بمناسبه انك وحشتيني. هو في مناسبه احسن من كده؟ شكرا. قولي لي بقى اخبار ولي العهد ايه؟ هو عايش زي ما امه عايشه. ان شاء الله امه هتعيش احسن عيشه في الدنيا، بس هو يشرف. بس ليلى، ليلى انا بحبك.
والله العظيم بحبك، ومش عشان ابن اللي في بطنك، لا، عشان أول مرة بحس إن في حد في حياتي، حد أديله كل مشاعري وأحاسيسي، والحد ده هو أنتِ. مين؟ مين دلوقتي؟ عليا صاحبتي، ما أنت عارفها. آه طيب، أنا حد أخدك من البيت. اوكي أنا بقيت أتعصب بشكل غير عادي بسببك. بصراحة أنت مش مفهومة ومش واضحة. بقولك إيه؟ لو أنت مش عايزة تشوفيني قولي، ولو ما بتحبينيش برضو قولي. أنا ضاغط على نفسي ومستني إنك تفهميني إيه اللي أنت فيه وإيه حكايتك وإيه اللي مخليكي ساكتة وأنت ما بتتكلميش، وده كتير قوي، كتير على فكرة. عصير بنفسك، اكيد في حاجه. على فكره بقى، امير جالي النهارده وطلبك مني وانا وافقت. ما تستغربيش، انا وافقت وما عنديش اي اعتراض ولا عندي اي مشكله، واحكي لك حكايه تبين لك ان انا فعلا ما عنديش اي مشكله في الحكايه دي. شوف يا بنتي، في سنه 73 كنت مجند في الجبهة وفي المواقع الأمامية كمان. لما جالنا الأمر بالعبور، ما تصوريش إيه اللي حصل لنا كلنا. حسينا إن في روح جديدة خشت جوانا، والحمد لله كلنا كان إيدينا في إيدين بعض، وابتدينا الهجوم وابتدينا العبور وعبرنا فعلا، وكلنا كان إيدينا في إيدين بعض. اللي كان بيموت مننا واللي كان يتصاب واللي كان بيتجرح، بس كلنا كان ايدينا في ايدين بعض، شلنا بعض لغايه ما خلصنا العبور، والحمد لله وانتصرنا، الرب نصرنا. ساعتها انا دعيت وبكيت من كتر اللي شفته. بقول لك بكيت ليه؟ ما حدش فينا سال التاني انت ديانتك ايه؟ ولا انت ديانتك ايه؟ كلنا ساعتها كنا واحد بس، مفيش غيره. سيبك من ده كله، ما تخليش مشكلة الاختلاف تعمل لك عقدة في حياتك وما تعرفيش تختاري. السؤال اللي تسأليه لنفسك المهم بقى، انتي هتقدري تعيشي معاه وانت مختلفة عنه ولا لأ؟ وعشان توصلي لكده يا بنتي وتوصلي للقرار الصح، صلي صلي يا بنتي والرب يهديكي. صلي.
الو ماريا، انا بحبك قوي، بحبك. امير اديني فرصه افكر. ارجوك مع السلامه. سلمى، ايه يا سلمى يا حبيبتي؟ خضيتيني عليكي لما كلمتيني في التليفون، مالك؟ ولا حاجه. طب يلا بينا نمشي. مش عايزه اروح، عايزه اقعد شويه. مالك يا حبيبتي؟ بس فيكي ايه؟ جليله، هو انا وحشه؟ انت شايفه ايه؟ انا مش شايفه حاجه. صح، اول مره في حياتك تقولي كلمه صح. انت فعلا مش شايفه حاجه، ولا شايفه نفسك، ولا فكرتي في اللي انت عايزاه. صح، انت كل اللي بتفكري فيه ازاي توصلي وبسرعه. اقول لك على حاجه، مش غلط انك تنطي السلم، ومش غلط انك تبقي عايزه توصلي اسرع من غيرك، بس لازم يكون على اساس ايه اللي عندك عشان يخليكي توصلي اسرع. في ناس بتوصل للي هي عايزاه وهي صغيره جدا في السن، اصغر مني ومنك بكتير، بس عشان هم عارفين ومتاكدين ان هم لما ينطوا السلم لا هيقعوا ولا رجليهم هتتكسر. تصدقي انك اول مره كمان تقولي حاجه مظبوطه. يا سلام، انا اول مره اقول حاجه مظبوطه؟ طب يلا يلا بقى، عشان انا عايزه اروح لخالتك فتحيه ومش هسيبك لوحدك هنا. يلا بينا، فكي بقى قدامي يا بنت. يلا يلا بقى، فكي بقى، احضن في الشارع كده. يلا. شوف، انا هكون صريح معاك على الاخر. الحركة اللي عملها سام دي مش عجباني، مش جاية على مزاجي. دي ناس ما بتلعبش، وعملت الحكاية دي عشان حاجة أنا عارفها كويس. اللي هي إن إحنا ناكل في بعض، بس أنا شايف بقى إننا لو بقينا مع بعض إيد واحدة هيبقى أحسن بكتير. يا سارة، مش كل حاجة بتحصل في الدنيا دي بتبقى على مزاج الواحد، بس أنا هعتبر اللي عمله سام ده هي الحاجة الوحيدة اللي مش على مزاجي. شو ده اللي أنت جاي لي عشانه؟ ما تجيب من الآخر كده وتجيلي في العدل. وماله؟ أجيلك في العدل. شوف، أنا اللي عندي كتير قوي، أنا عندي فلوس تعيشني وتعيش ولادي وولاد ولادي كمان. أنا هسيب لك الملعب تجري وترمح فيه زي ما أنت عايز، بس أنا هبقى معاك، بس من بعيد. لا، أنا كده الفار يلعب في عبي لمؤاخذة. لا 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 لا، ما تتعبش الفار، خليه في هبك مستريح. شوف، انا هجيب لك من الاخر. انت عارف طبعا ان انا هبقى اب قريب، ومش عايز ابني يجي في الدنيا دي وانا قلقان عليه. تصدق اشعرت انا كده احتمال اصدقك. لا 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 لا، ده كتير قوي قوي قوي، مواد باشا عندنا. لا لا لا، يا ده النور يا ده النور يا ده النور. وانا اقول برضو الفيلا منوره ليه كده؟ انا لسه بحط رجلي في الفيلا كده لقيت النور بيشع. ايه يا باشا، احضر لك الشيشه عشان تنفخ؟ لا،
يا باشا احنا بنحب نخدم الناس الكبيره برضه، وما بننساش نفسنا وما بنستعرش من اللي فات لو انت فاكر يعني، وممكن اجي لك وارص لك احلى حجر كمان. وماله؟ ابعد عليا في الفيلا، انا اصلي ما بغيرش الشيشه بتاعتي. يا باشا ده احنا خدامينك. لا 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 انا خدامين كتير قوي، مش عايزهم يزيدوا واحد زي ما اتفقنا، ومستني زياره منك بالاذن. سلام بكره، وصل الباشا. ابو ديل ده كان عايز ايه؟ ارتحت أول ما اتكلمت معاه، وحسيت إن أنا كنت لازم أعمل كده من الأول. وقال لك إيه؟ أنا في الأول كنت قلقان جدا إن هو يرفض الموضوع أو يقول لي أي حاجات تضايقني، بس ارتحت أول ما أنا اتكلمت معاه. حسيت إنه ما عندوش أي مانع، والمشكلة كلها عند ماريا، هي لا توافق أو ترفض. أنت بتحبها؟ بحبها تمام، وبحبها قوي كمان. كنت عايز مرايه تبقى موجوده وانا بكلم عم رأفت وبقول له انا عايز اتجوز بنتك. كنت عايز اشوف رد فعلها في عينيها في ساعتها. هقوم افتح الباب. لا 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 يا ستي، خليك انت، انا هقوم افتح. بعد اذنكم. الف سلام عليك يا تميم. ربنا يسعده يا خالتي. انا قلت اجي ازورك طالما ما بجيش على بالك خالص. والله بنت حلال. ايه يا تميمة مالك؟ شكلك تعبان كده ليه؟ يعني كنت تعبانة شوية. طب انا هقوم اعمل لكم شاي. شاي ايه؟ انت تعبانة؟ شاي ايه بس يا تميمة؟ هو انا ضيفة؟ معلش انا اصلي راقدة طول اليوم في السرير، خليني امشي رجلي شوية. اوعي تقولي لي ان انا جيت على بالك فجأة. الصراحة لا، خالتي انا جاية وقصدكي في خدمة. انا عارفة وكنت مستنية انك تيجي. طب انا جاية ليه؟ عشان فتحي. انا صحيح ست كبيرة لكن عقلي يوزن بلد. انت عايزة حد يزق فتحي صح؟ بصراحة اه. فتحي ابن حلال وبيحبك، ومش هتلاقي واحد زيه. بس انت وديتيه الاسم، وصعب على اي راجل ان مراته توديه الاسم. انا بس في حاجه عارفاها، عارفه انت قلت ايه للواد سلامه، والكلام ده انا حطاه في مخي وقافله عليه، وقلت استناك لغايه اما تيجي وتقولي لي ان انت عايزه ترجعي لفتحي، وانا هقول له الكلام اللي انت عايزه انا اقوله له، وانا عارفه انا هقول له ايه، وهيجي لي الجري. اتفضلي يا جليلة. اتفضلي يا خالتي. ودي خالتي. شكرا خالص. قول لي انت عملت ايه؟ العوامة مستنياك وتحت امرك، وليلة خصوصي يا باشا. حلو. بس بعد اذنك كده انا هعمل مصلحة في الرفيع. بعد اذنك؟ انت بقيت مؤدب ولا ايه؟ لا طبعا. بس النهارده ليلتك والعوامة بتاعتك. فانا عازم كلبي كده النهارده في العوامه، عايز افك شفرته، قلت اخده يسهر الليله.
ويطرش اللي عنده. بس انا حاولت العوامه دلوقتي لمزرعه كلاب. برد كلاب فيها يعني؟ اخصى عليك يا حسني، موديني المزرعه كلاب تقعد الدنيا. لا يا باشا، دي حراسه ليك. اه اذا كان كده ماشي. عيب يا برنس. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم الجو الجامد اللي انت عامله ده؟ ما كنتش عارف انك كده على فكره. جامد بس؟ انت لسه شفت حاجه؟ انت بس لو تقول لي الحكايه، تقول لي انت بتلعب ايه بالظبط اظبطك. صدق عيب، انا كل كلمه طلعت من بقي كانت صح. تزعلتني كده على فكره. والله عارف انك صادق، بس انا عايز اعرف الحقيقه بس. هخليك تقول كنت فين من زمان يا حسني؟ يا ريتني عرفتك من زمان. منور يا غوبة. صحتك حب حبيبي. هاي كينج، تأمر بحاجة؟ حلاوتك يا دنيا لما تلعبي شطرنج. ليش ليني سلامة هو اللي جاي؟ هتفرق في ايه يعني؟ هو زبون زي كل الزباين. لا يا حسني، مش زبون زي اي زبون. ده انت طلعت واطي. عارف، شوف الكلمة تانية جديدة، دي قديمة خالص. انت عايز قعدة طويلة على فكرة. شفت بقى يا باشا، اديك بدأت حساباتك اهو. طب ليه كده بس؟ تعبان يا حسني انت في الدنيا، ولو كل واحد يجي من الاخر كانت هتبقى عسل. نفسي اعرف بس انت ناوي على ايه وايه الحقيقه بس. والنبي انت عسل عسل. ونسيت الكلمه الثانيه، واطي. ننزل تاني. لا لا لا، هدخل. اتفضلي اتفضلي. تشربي ايه؟ لا متشكرة، مش عايزة اشرب حاجة. على فكرة انا مش بخيل يعني. ما انا عارفة. انت عارف انا وافقت ادخل ليه؟ ليه؟ عشان كان نفسي اتفرج على المكان اللي انت عايش فيه. كان نفسي اعرف ذوقك ايه. وايه رأيك بقى؟ حلو قوي. أنا ممكن أسألك سؤال؟ طبعاً.
فاكر لما حكيت لي على موضوع البنت اللي انت كنت عرفتها والتجربة الفاشلة اللي انت مريت بيها؟ طب ما قلتليش ليه؟ لأنه ما كانش حب. الحب حالة يا ليلى، تخليكي مستنية اللي قدامك يكلمك يسأل عليكي، تحبي بعض، تحبي عصبيته وخوفه قلقه وطموحه. على فكرة يعني مش شرط انك تحبي الحاجات اللي بيحبها، بس ممكن تشاركي بيها. مش شرط تحبي مثلا الأشخاص اللي بيقعد معاها، بس تكوني حابة فكرة ان هو بيبقى مبسوط معاها. مش شرط مثلا برضه تحبي الأكل اللي بيحبه، بس تكوني سعيدة جدا وانت بتعمليه. انت لو سألتي أي حد في الدنيا يعني إيه حب؟ هتلاقيه سكت ومعرفش يرد. أنا هعمل حاجة نشربها. طيب هشرب معاك. تشربي نسكافيه؟ أشرب نسكافيه. أوكي. حبيبتي صدقيني انت كنت لسه على بالي، ده انا كنت لسه حتى هنزل واجيلك. ايه بتبحلقي فيا كده ليه؟ قولي لي يا ساميه، هو انت عارفه ان سلامه كان جاي امبارح؟ هعرف منين يا اختي؟ حطني دواتي ما بيقوليش على حاجه ابدا. انت يا ساميه عايزه تفهميني ان انت ما تعرفيش حاجه؟ يا اختي اعرف ولا ما اعرفش، انت يهمك في ايه؟ تكونيش يا اختي لسه بتحبيه؟ بحبه؟ ما كان في ايدك وانت اللي نكشتي على خرابها. ما تجيش بقى يا حبيبتي تعملي دور المظلومه اللي اتضحك عليها. بصي يا حبيبتي، محدش بيضحك على حد الا بمزاجه، والستات بالذات، وانت عارفه وانا عارفه محدش بيخش هنا الا بمزاجنا. شوفي بقى يا بنت الناس، لو ليكي شوق ناكل لقمة عيش سوا يبقى لازم تخليكي واضحة معايا. أنا مش عايزة أضايقك، بس خلاص سلامة اتغير وأنتي كمان يا هلا اتغيرتي. كل واحد عارف سكته، وسلامة اختار سكته بنفسه مش حد تاني. تصدقي بالله يا سامية أنا الوحيدة اللي ما اخترتش سكتي. مش صح، انت الوحيده يا هاله اللي اخترتي كل حاجه في حياتك. سلامه جه لحد عندك وقال لك بحبك وعايزه اتجوزك، وانت ساعتها قلتي لا. كان حد يا اختي ضربك على ايدك؟ وابوكي لما عمل المحل عشان يشرفك وما تبقيش بنت السريح قدرتي ده؟ ما حصلش. وعبد العزيز لما جه يتجوزك قال لك على كل حاجه وانت وافقتي، صح ولا مش صح؟ ما كفايه بقى يا ساميه، هو في ايه بالظبط؟ مالك يا بنت؟ انا مش بقول لك كده عشان تتضايقي ولا تتعصبي، ده انا بقول لك كده عشان تعرفي نفسك. ماشي يا ساميه، عايزه تقولي عليا ان انا واطيه؟ انا واطيه وبنت 60 واطيه كمان. طب وايه؟ طب ما انا بيقولوا عليا مروحه ولا متضايقه ولا حاطه في دماغي خالص. عارفه ليه؟ علشان انا كده فعلا مروح. محدش بيجيب سيرة أي واحدة في الحارة كويسة، ما هي عالية هي بتلف على البيوت. قالوا عليها حاجة؟ لا، كلهم قالوا عليها بنت غلبانة وبتجري ورا أكل عيشها حتى لما بتجيني هنا. إنما أنتي بقى يا حبيبتي بطلوعك هنا كل الحارة هتمسك في سيرتك. عارفة ليه؟ انا باين عليا كان مشروع مروحه من زمان ولا مش واخده بالي؟ محدش قال لي. خدي. ماشي،
سلامة بقى تقيل قوي. يبقى انت جايه بقى من الاول وعايزه تعرفي سلامة بقى ايه وبقى معاه كام وينفع ولا ما ينفعش. شادي هينفع؟ نحاول بس مش عارف هو هينسى اللي انا عملته فيه. ينسى لو قدرنا نقنعه ان امك هي السبب في كل حاجه عملتيها مش انت. حلوه قوي. انت بقى مستفيده ايه؟ شغلي يا حبيبتي وما فيش شغل ببلاش. صح يا قطه. سلمى ازيك؟ كويسه. معلش بقى انا عارف ان السطوح ده مش مقامك خالص. وانت لسه زعلان مني؟ انا لا، انا بطلت ازعل خالص. بقيت على يقين ان ربنا لما بياخد منك حاجه بتحبيها بياخدها عشان تفهمي اكتر وتعرفي ايه اللي المفروض كنت تعمليه واللي المفروض ما كنتيش تعمليه. طب هتسمح لي اقعد ولا طبعا افضل واقفه؟ طبعا ارجوك. انا قدامي ساعه وهنزل. وانا مش هاخد من وقتك كتير. فتحي انا محتاجاك. انا عارفه دلوقتي انك بقيت بتشتغل في شركه محاسبه كبيره قوي وانك بتعمل دراسات عليا في المحاسبه والشركات، وانا محتاجه حد كويس امين واثق فيه يبقى معايا. طيب مش خايفه لا اطمع في حاجه كده ولا كده زي ما كنت طمعان في الشقه يعني؟ ما انت عارف ان البنات والنسوان دماغهم فاضيه وفين وفين على ما بيفهم. خليك انت الكبير وخلينا نتكلم في المفيد. اللي هو انا هشرح لك الموضوع كله، وامير زياد هو كمان عارف كل حاجه، وانا متاكده انك لو دخلت في الموضوع اكيد هتحل. وايه اللي مخليكي متاكده قوي كده ان هقف جنبك؟ مش يمكن احاول اخلص اللي عملتيه فيا؟ مش ممكن احاول اضرك مثلا؟ لا مش انت اللي تعمل كده. انا صحيح كنت طماعه شويه وطالعه فيها ومتنيله بستين نيله، بس انا اعرف الناس كويس واعرف مين الجدع ومين اي كلام، وانت جدع قوي وجدع قوي كمان. يبقى اسال على جليله. عاليه بنت حلال لسه كنت بفكر فيكي. انت اللي قلت لكميل اني ضربت الشهاده؟ كميل يا مين؟ انت هتستعبط يرحمك؟ امي. فكرتني بام الله يرحمها، انا كنت بحبها قوي قوي. بقول لك ايه، كلمني زي ما بكلمك. اكلمك ايه يا بنت انت كمان؟ هو انا فاهم منك اي حاجه؟ انت اللي قلت لكميل انا ضربت الشهاده صح؟ واعمل كده ليه يعني؟ بعقلك اروح اصور لها سيديهات واجيبها لك عشان تذليها، وبعد كده اروح اقول لها ان انا ضربت لك شهاده وانك ما شاء الله يعني كنت فاشله في التعليم؟ انا اعمل كده؟ طب ما هي عرفت منين؟ انا اعرف اسالي نفسك. شوفي مين بقى بينخور وراكي وبعدين ما تعرف. يا سلام، يعني لما وسيم بيه يعرف ويعملوا لي قضيه تزوير. مش هتعمل كده، كان ممكن تعمل كده من غير ما تقول لك، لكن هي بتلعبك بس زي ما انت بتلعبيها. يعني ايه؟ يعني يا حبيبتي هي عايزه تقول لك بالمفتشر كده خلي اللعبه على المكشوف، نجيب من الاخر، لو انت ماسك عليا حاجه انا ماسك عليك حاجات. يعني مش انت اللي قلت لها؟ ينفع انا اروح اقول لها ان انا شاب اكسكيوز مي ومزور؟ بعقلك كده المفروض انك اذكى من كده يعني. طب انا اعمل ايه دلوقتي بقى؟ ما تعمليش اي حاجه، خليكي طبيعيه خالص، سيبي الامور تمشي وهي بنفسها تيجي تقول لك هي عايزه منك ايه. بس عايز اقول لك حاجه عاليه، لو سمحت يعني ما تبقيش تشك فيا، لاني بزعل وبتعب ونفسيتي بتفرول لما حد ياخد عني فكره غلط.
انت عارفه ان انا ممكن اعمل اي حاجه في الدنيا دي الا قله الاصل. يا سلام يا واد، صعبت عليا قوي. وانا قله اصل دي اساسا، وانا ما عنديش اصل. تصدق صح. والله عجبتك قوي، صباحك فل. اقعدي يا حبيبتي اقعدي، انا عايزه اتكلم معاكي. تحت امرك. انت عارفه يا حبيبتي انا قلقانه عليكي قوي لدرجه ان انا ما بنامش الليل، خايفه مرعوبه حد يعمل معاكي زي جابر المجنون اللي عمله قبل كده. لا ما تقلقيش، جابر عمل اللي عمله ده علشان انا كنت بنتقم منه. اخيرا فهم ان اي قهر وظلم ممكن يخلي اي بني ادم يعمل اللي عملته وزياده. هو عمل كده لاني زليته وانتقمت منه. عشان كده بقى انا عايزه اكلمك في موضوع مهم قوي، بس عايزاكي تفهميني صح وتفهمي كل كلمه هقولها لك كويس. انا عارفه ومتاكده ان انت عارفه ان مصلحتنا انا وانت واحد، واللي يأذيكي يأذيني. لو تفتكري انا عملت معاكي حاجات كويسه قوي، انا عايزاك تطلبي من عمير 30% من الصفقه الاخرانيه اللي دخلها وكسبها. صفقه ايه؟ نعم، الصفقه اللي سالك عليها ودخلها وكسبها، مش فاكرة؟ أنا كنت بقول له أي كلام عشان ما يسألنيش أي سؤال. هو كسبها ومكسبه منها كتير قوي، وظن إحنا من حقنا ناخد جزء صغير من المكسب ده. ومن غيرك يا حلوة ما كانش هيدخله، هو قلبه جام. عامر فلوسه كتيرة مش بتخلص ومش هتخلص. لو خدنا اللي إحنا عاوزينه منه هنبقى حاجة تانية خالص. فكري كده. حاضر. برافو عليكي، انا كنت متاكده انك هتفهميني. اتفضل. شكرا. شكرا. ازيك؟ الله يسلمك، وحشتيني بجد. ممكن تبقى ماضي هناكي؟ ممكن؟ فتحي بقى، ايه رايك؟ ايه مش عاجبينك؟ لا حلوين، حلوين قوي. امال في ايه طيب؟ اه انت زعلانه عشان ما نزلتيش تشتريهم معايا مش كده؟ طب يا ست ما تزعليش، انا بس حبيت اقول لك انت غاليه عندي قد ايه. انت هنا يا مراد؟ مش تبقى تقولي عشان اعمل حسابي. انت ايه اللي جابك هنا؟ جايه اقعد مع دورتي القادمه نتكلم مع بعض، نتعرف على بعض اكتر. بقولك ايه؟ ما تخلصي كده، انا مش عايزه اعرفك تاني، مش عايزه اتكلم معاكي تاني. هو انت عايزه ايه؟ انت جايه تحدديني تاني ولا جايه تقتليني ولا تخوفيني؟ حبيبتي خلاص ما تقلقيش، انا ما بقتش اخاف من حاجه، والعيل اللي في بطني ده هيتولد وهيكبر وهيشوف الدنيا غصب عني. خلصيني بقى. تعالي معايا يا ماما. استنى يا مراد. الله، ذوقك حلوه قوي، بس مش كنت تستنى لما نعرف بنت ولا ولد؟ ولا يمكن ربنا يكرمك وتجيب لنا توأم؟ انا اسف يا ليلى، ما تتضايقيش. مساء الخير. لو سمحتي كنت عايز اشتري التمثال ده. طب هبقى اكلمك في التليفون.
انت مش قلتي لي انك ارمله؟ مين ده؟ مين ده؟ مريم، حاسس ان انت بعيد قوي، ولا انا ببالغ؟ هتصدقني لو قلت لك مش عارفه؟ وليه مش عارفه؟ ما تتكلمي، قولي اي حاجه. انا حاسس ان انت قافله على نفسك قوي يا ستي، اعتبريني واحد صديقك. اتكلمي وقولي لي اي حاجه يا مريم. امير، انت قلت لي قبل كده ان انت كنت متجوز؟ هو ده اللي قالك؟ مش بالظبط، يعني فضول، عايزه اعرف الحكايه من الاول. وزي قلت لك ان انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده، لان انا كل ما بفتكره بجد بتضايق من نفسي. ليه بقى؟ هي كانت وحشه؟ لا خالص، مش موضوع وحش ولا حلو. موضوع ان احنا كنا متجوزين بعض عشان مصلحه. واسوأ شيء في الدنيا انك تتجوزي حد عشان يبقى في بينكم غرض او حاجه انتوا عايزينها من بعض. مريم، هو ده اللي قالك بجد؟ طب عمرو رأفت معترض على اي حاجه؟ عايز افهم. بالعكس خالص، انا بابا قال لي انت المسؤوله عن حياتك، بس بابا لما بيقول كده بيبقى بيلمح لي ان انا هقابل صعوبات كتيره قوي. مش يمكن اللي انت بتفكري فيه ده غلط مش صح؟ اميره، انا بحبك. ايه؟ قولي تاني. مش هلاقي احسن منك اتجوزه. انا مش مصدق اللي انت بتقولي ده اساسا، بس يعني انا مبسوط جدا. مريم مبسوط قوي. بس انا عايزاك يعني تديني فرصه افكر، ما تضغطش عليا، بلاش كل شويه تسالني مالك. يا ستي اعتبريني من دلوقتي اخرس وقاطع لساني، مش هقول اي حاجه. بعد الشر عليك. بعد الشر عليك. انا مش مصدق اللي انت بتقولي ده. مريم بجد مبسوط قوي. ايه في ايه تاني؟ أمير، خلينا اتعامل معاك بالطريقه اللي تناسبني، وبعدين عشان ما اتضايقش منك. يا ستي، وانا هتعامل معاكي بالطريقه اللي تناسبك. قولي لي الطريقه اللي تناسبك وانا تحت امرك. انا من غير ايدين اهو ما بتكلمش. طيب. ايه في ايه تاني؟ مش عايزه ابصلك. ليه، شكلي وحش للدرجه دي؟ بالعكس، انا بقيت بخاف ابصلك عشان ما اتعلقش بيك اكتر من كده. أمير، انت عارف انا بحس ساعات ان اللي بيني وبينك مش مجرد حب وبس. ساعات بحس انه احساس غريب كده ملوش اسم عندي وملوش وصف. انا اقول لك يا مريم، اللي بينا احتياج لروح بعض. احنا بنحب بعض بطريقه مختلفه قوي. ممكن اي اتنين معجبين ببعض يقولوا كلمه بحبك دي بسهوله قوي، لكن انت من جوه طاهره قوي. بحس ان انت شبهي قوي من جوه. مريم، بحبك بشكل مختلف. ممكن تقولي انا بعشقك زي عشق الروح، زي الحب بتاع زمان اللي احنا كنا بنسمع عنه. انا ما بحبكيش زي اي حد. مريم، بحبك قوي. بحبك. بس انا ما خدتش الرقم غصب عنها زي ما هي قالت، انا خدت منها الرقم عادي. يعني هي بتكذب؟ اه. وانت خدت النمره ليه اصلا؟ عشان انا مش مطمنه الكاميليا دي خالص. يعني ايه مش مطمنه الكاميليا؟ كاميليا كانت بتشتغل في الشركه عند والد سمير، وهي كانت مخطوبه لسمير. هي عمرها ما حبته. كل اللي كان يهمها انها تتجوزه عشان فلوسه. وكل اللي قالته عليا ده مش بدافع الغيره قد ما هو بدافع الخوف. كانت خايفه انه يبعد عنها وكل الخطط اللي بتعملها تفكس. تفكس؟ اه. وطالما الناس دي من طرف كاميليا يبقى انا اشك فيهم وفي نواياهم. اه، انت عايزه تقنعيني بقى ان انت قلبك على الشركه قوي. انا خايفه عليك. اقصد يعني انا خايفه ان يبقى في حاجه مش مظبوطه وتاذيك وانت صاحب الشركه وتهمني. يا سلام.
احنا هنوسخ ولا ايه؟ في ايه عليا؟ ايه اللي حصل لك؟ وحياة امك؟ ايه ده؟ احنا في شركة محترمة على فكرة. شوفي يا حلوة، اللي زيك ما ياخدش في ايدي غلوة. انا لفك والف الف زيك واخليكي ما تعرفيش اولك من اخرك. والطعم اللي انت بترميه يا كوكو انت اللي هتاكليه. فاهمة؟ قولي ادخل براحتك اللي انت عايزاه. صدقتني لما قلت لك ان انا حياتي كلها مشاكل وانك لو عرفتها هتسيبني؟ وبرضه لو معرفتش كل حاجه انا هسيبك. هي دي الحقيقه. انا مش مستعد الاقي نفسي كل يوم قصاد حاجه انا مش فاهمها ولا فاهم هي بتحصل ايه. هو انت عايزه مني ايه بالظبط؟ وبعدين مين ده اللي كان معاك النهارده؟ وماله كده زي ما يكون اللي بينك وبينه كبير قوي؟ طبعا مش هتردي. انا بقى هقول لك انت هتقولي ايه. هتقولي لي شريف انا خايفه، انا حياتي متلخبطه، وانت لو عرفت كل حاجه انت هتسيبني. خليكي كده لغايه لما الاقي نفسي مش طايق اشوفك. الدرجاتي؟ ايوه للدرجاتي. هو انت فاكره ايه؟ انا هفضل مستحمل كده كتير ومش فاهم اللي قدامي حياتها كان شكلها عامل ازاي؟ ده ايه اللي يهمك من اللي فات؟ احنا دلوقتي ده لو اللي فات مش سايب حاجه للمستقبل، بس اللي فات سايب حاجه انا وانت هنبقى مسؤولين عنها، وانا لازم اعرف كل الحكايه وتفاصيلها، وساعتها اقرر هوافق ولا لا. ممكن تسيبني مش كده؟ حقك. طيب هو انا عايزه اقول لك ان انا بحبك بجد، واني هحارب كل ثانيه علشان تفضل جنبي. انت بجد رجعت لي ثقتي في نفسي اللي كانت تقريبا انتهت. انا عارفه ومتاكده انك لو سبتني كل حاجة حلوة في حياتي هتروح. مع ذلك أنا جاية النهاردة عشان أقولك على كل حاجة. أنت حر، حكم قلبك، وأنا موافقة على أي حاجة هتعملها. لو أنت حسيت للحظة إن أنا كدابة خلاص سيبني، لو ده يريحك وأنا هبقى راضية. شيء مستحيل لناس أساسا مجبرين، وإزاي تلومني عالطريق اللي ماشي أنا من سنين. الاختيار شيء مستحيل لناس أساسا مجبرين، وإزاي تلومني عالطريق اللي ماشي أنا من سنين. وكله فاكر نفسه حر وكلنا مساجين، وكله متربط في ساقية والعيون متغمين، وكله متربط في ساقية والعيون متغمين. اتفضلي.
ريما انا ملاحظ انك مشغوله، ممكن اعرف شو اللي شغلك؟ يعني انت عرفت ان انا من غير اصل ولا فصل ومع ذلك طلبت تتجوزني. تبين الصدق؟ انا اول ما عرفت انك ما عندك ابو ولا عندك ام، او اقصد يعني انت ما تعرفين ابوك ولا امك، انا بغيت انحاش، بغيت اهرب واخليك. وايه اللي جابك؟ انا ركضت وراك لان انت ادري انك مختلفه عن كل البشر، وانك مبروكه. انت عايز تتجوزني عشان انا مبروكه وعليها فد؟ لا، علشان الشيخ زياد. وايه دخل الشيخ زياد بحكايه زي دي؟ ده انت حتى ما قابلتوش غير مره واحده. صحيح، لكن انا لما دخلت بيته عرفت ان البيت هذا محترم، وان الشيخ زياد نفسه رجل عليه القيمه، حتى ولده الامير مثله. انا عرفت فيهم انهم ناس محترمين لا يمكن يحتضنون الوحشه او اللي مش كويسه ابدا، اللي ما تستاهل الحب ولا تستاهل التقدير. تميمة انا لفيت العالم كله، لفيت الدنيا، شفت اشياء ما حد شافها غيري. صحيح انا مهووس بالعفاريت والجن والحاب وقراءة الكير وقراءة الفنجان، لكن عندي نظرة للناس. لما اشوف البني ادم اول مرة اعرف وقيمه وادري ان هذا يستاهل ولا ما يستاهل. وانا بقى طلعت ايه؟ انت طلعتي اصيله. تميمة انا بقول لك ان الاصيل ترى مو الانسان اللي عنده عائله وجذور بس، لا، الانسان الاصيل اللي عامل الناس بكل احترام، ما يؤذي الناس. وانتي ما خبيتي علي شيء، هذا الاصل. تميمة سمحي لي اقول لك ان الانسان الاصيل لا يمكن يتغير، لا يمكن يخدع الناس. صدقيني لو مال الدنيا كلها قدامه لا يمكن يمد ايده، لان نفسه عفيفه. يا كل ده عشان انا رفضت المجوهرات. وانت رفضتيها ليش؟ عشان عايزه منك حاجه تانية. يا سلام، تأمرين، قولي ايش تبي. عاوزك تستنى عليا لغايه اما ادور على ابويا والاقيه. انا عايزه احس ان انا زي بقيه الناس، ليا اهل زي اي واحده لما تيجي تتجوز، ويجي عريس يطلبها من ابوها يسالوا عليه ويدوروا عليه، يعني زي بقيه البنات. انا عشت مع ابويا سنين طويله قوي، صحي كانت سنين صعبه، بس ما انكرش برضه انه كان حنين عليا. يعني كان بيرجع بالليل يسال اذا كنت اتعشيت ولا لا. كنت ساعات بشوف في عينيه نظره القلق والخوف عليا لو تعبت ولا عييت. ومراته اللي كان متجوزها كنت بحس انها زي امي بالظبط، كانت بتحبني وانا كنت بحبها. يعني انا عايزه ادور عليهم عشان ارد لهم الجميل. اذا الان كلامي صح لما قلت لك انت اصيله، يعني اصيله. شوفي يا تميمة، انا ما راح ارتاح ولا يهدالي بال الا لما اشوف ابوك، ادوره، القاه، اخطبك منه علشان اتزوجك. لو تريحني وتقول لي ايه اللي في دماغك يا بكر. دماغي مليانه يا باشا. دلدق لي اللي في دماغك وهات اللي عندك. ماشي. انا زعلان منك يا جمال باشا. زعلان مني انا؟ ليه؟ اقول لك انا ليه. لان الهلمة اللي فيها السلامه دي كلها انت السبب فيها، بعد ما كنت انت الريس البوس بتاعنا كلنا. وانا صبيه لا مؤاخذة يعني يا باشا، ما تزعلش مني، يعني بقيت زيي زيك. بس أنا هقول لك على حاجة جمال باشا، اللي زي سلامة ده ناقص، عمره ما هينسى اللي أنت كنت الريس عليه، ولا هينسى برضه اللي أنا عملته فيه. يعني أنت شايف إيه؟ أنا مش شايف حاجة يا باشا، ولا عايز أشوف. أنا قرفان. طب أنت إيه رأيك؟ تفوروا؟ تفوروا؟ ازاي؟
ازاي دي بقى بتاعتي انا؟ زي ما انا ما كنت السبب وعليت لفوق هكون انا السبب وهجيبه الارض. شوف يا سلامة يا حبيبي، على رأي المثل الياباني الهندي المشترك اللي بيقول ما تقلبش الترابيزة مرة واحدة. وأنا بقى أكسر القاعدة دي. يا سلام. هو أنت يعني لما تكسر القاعدة هم هيسيبوك؟ يا ابني سام مش حطيتني هنا من فراغ. وبعدين أنا كلمته وقلت له، هو قال لي إيه؟ أوه. قال لك أوه؟ ربنا يستر. والله أنا خايف يكون بيرقصك وتطلع أوه واوا. ومال، أنا بحب الترقيص. المهم مين اللي يفضل يرقص لحد الاخر من غير ما يقع. سلام يا باشا. عايز ايه يا زفت؟ في واحده اسمها ساميه ومعاها واحده تانية عايزين يقابلوا حضرتك. وانت قلت المروحه تيجي؟ وانا لقيت مزاجك وحش والدنيا ضيقه ومفيش اي وسائل تهويه، قلت اجيب ساميه مروحه يعني اضطر القعده. وانا عارفك يعني مش عايز تروح العوامه والجو ده، نظريه هما لون يعني. دخلهم يا زفت. حلوة زفتي دي بتخلينا انتقم. اديني شيبس. هلا. عامل ايه؟ دلوقتي مع كل مروحة هلا هدية. بقالي مدة ما شفتكش، وكل يوم أقول النهاردة هيعدي عليا عشان نقعد ونتكلم، يعدي اليوم ورا التاني وأنت قافل على نفسك يا حبيبي. حتى الشركة لما بتيجي ما بتعديش عليا. إيه؟ لسه زعلان من حكاية هالة؟ لا لا يا بابا أبدا، دي حكاية خاصة بيك. بتحبها؟ بتحبها ومحتار. شوف يا حبيبي، الحيرة دليل الحب الجامد قوي قوي قوي. تقصد ايه؟ يا حبيبي انا اقصد ان دايما اللي بيحب حد قوي بيبقى محتار قوي، بيبقى خايف لا يكون اختار الشخص غير المناسب، بيبقى خايف لا يكون اختار غلط، بيبقى خايف في نفس الوقت لا يكون الشخص التاني ما بيبتلوش نفس المشاعر، بيبقى خايف بقى أكتر لا بيكون اللي بيحبه ده زي أصحابه، خصوصا لو أصحابه مش قد كده. لا لا يا بابا، أنا ما فكرتش كده. يا حبيبي مش لازم تفكر في كده، كفاية إن عقلك يبقى مشغول بكده حتى لو مش واخد بالك. شوف يا سمير، أنت حبيبي بتحب عليا وعايز تبقى معاها، بس في نفس الوقت خايف من الحاجات اللي حواليها، يعني مثلا الحارة اللي عايشة فيها، صحوبيتها الهالة. لا يا بابا، لا، أنا خايف أحبها أبقى سبب في موتها. الفكرة دي مسيطرة عليا، مسيطرة أوي. لما ببص لصورة مراتي وبنتي بخاف، خاف أحب واحدة أتجوزها وأخلف منها، أرتبط بيهم جدا وبعد كده يروح مني. حبيبي ده قدر ربنا يا سمير. أنا عارف يا بابا ونعمة بالله، بس أنا مش قادر أمنع نفسي إن أنا أفكر كده. بتحب عليا؟ اه بحبها قوي ومش هقدر اخبي عليك. شوف يا حبيبي، عليا غير هالة. لو عليا ما بتحبكش كان حسستك
ان هي السبب في انك فتحت. لكن البنت غير كده خالص يا سمير. البنت حبيبي كل انت ما بتقرب هي بتبعد، مع ان انا متاكد انها بتحبك موت. شوف يا حبيبي، انت مش لازم تحس خالص ان انت السبب في اللي حصل لمراتك وبنتك. انا عايز اقول لك يا سمير ان الدنيا ساعات بتعمل فينا حاجات تبان انها وحشه، عشان يا حبيبي تفرحنا بعد كده بالحلو. انت التجربه اللي حصلت لك خلتك تشوف الدنيا كلها سودة، عشان بعدين تشوف الالوان اللي ملونه الحياه. شوف يا حبيبي، لو انت ما تعلمتش من اللي حصل وفهمت الدنيا، يبقى انت يا سمير للاسف لسه ما فتحتش يا حبيبي. انا مش معترض خالص على انك تحب عليا، بس المهم يا حبيبي انك تكون ببدلك نفس المشاعر. انتي بقى شايفه ان فتحي هو اللي عنده الحل؟ مش هكدب عليكي، انا مش متاكده، بس انا رحت عشان حاجه تانية خالص. اللي هي عايزاه يفتكر جليله، عايزه جليله تفضل على باله على طول. انا حاسه ان انا خربت عليها، وان جليله لسه بتحب فتحي. وايه دخل جليله في اللي انتي عايزاه منه؟ انا عايزه اي حاجه تخليه يقابلها على طول، وانا متاكده انه لو قابلها حاجات كتير قوي هتتحل. طيب انت مش قلتي ان هما بيقابلوا بعض ساعات؟ ساعات، انما لما يبقوا قدام بعض على طول امور كتير قوي هتختلف. طب وانت يعني ايه الحنيه اللي نزلت عليك فجاه دي؟ مش عارفه كده بصراحه، بس انا يا علي حاسه ان انا ظلمتها وان انا خربت عليها، وعايزه اصلح اللي انا عملته. ما قلتليش ايه اخبار سمير؟ ما كلمنيش. طب ما تكلميه انتي. هقول له ايه؟ هو انا اللي هقول لك تقولي له ايه؟ اصل خايفه يعرف اللي انا بعمله ويكرهني. هيعرف من مين يعني؟ هو في غيره الواطي حسني؟ طب اقول لك على حاجه. قولي. ما تقولي له انتي على كل حاجه. انتي مجنونه؟ اه والله. عارفه زمان لما كنا بنتفرج على الافلام العربي، ولما تلاقي البطله عماله تخون في جوزها واللي بتخونه معاه عماله بيهددها ويبتز منها فلوس، كنت بقول لنفسي طب لو هي راحت قالت لجوزها اكيد خلصت الحكايه وخلصت من اللي بيهددها. بس مرات عارفه الاحساس بالخوف والقلق هو اللي بيعقد الامور اكتر ويخلي الامور تمشي في سكه غلط. طول ما احنا مش عارفين نحقق حلمنا ازاي، طول ما عندنا الاحساس ان احنا مظلومين وان احنا مقيدين، عمرنا ما هنبقى كويسين. انتي سرور مزعلك ولا ايه؟ أنا زعلانة من نفسي. ليه؟ مش عارفة، حاسة كده. فاكرة البت تميمة لما كانت بتقول اوعوا تتجوزوا حد ما تحبوهوش؟
انها لما كانت متجوزه جابر عمرها ما كانت حاسه انها ست، او ده الاحساس بالظبط اللي انا حاساه مع سرور. حسني معاه زي اللعبه اللي بيلعب بيها، حسن وشايفني زي حته الجاتو اللي كل يوم بياكل منها حته، مش مهم مبسوطه ولا حاسه بحاجه حلوه في حياتي، مش مهم بكره ولا بحب، وكل ده مش مهم بالنسبه له. طب وايه اللي غصبك على كده؟ احتجاله، مش عارفه ايه اللي ممكن يحصل له، وحسن بوجوده امور كتير قوي ممكن تتحل. انا خايفه اخش السجن يا علي، خايفه قوي. لا بس انت طلعتي بترقصي حلوه يا بت. هو في بت في مصر ما بتعرفش ترقص؟ لا طبعا في. والنبي ما اعرف. لا بس البت مديحه صراحه معروفه، ما بتشغلش عندها غير مزز. الا انت اتطلقتي صحيح؟ هو انت كنت متجوزه ولا مصاحبه ولا مش فارقه؟ هما الناس الكبيره كده، مالهمش بقى في موضوع الجواز والخلفه والمسؤوليه وحتى لو ليهم على فكره شهرين ما يعملوش حاجة، خصوصا يعني ان جده عبد العزيز عظمة كبيرة ما يستحملش. تمام. راح فين؟ ممنوع يا حلو. هو ايه اللي ممنوع يا حلو؟ الله انت ما تعرفيش ولا ايه؟ اصل انا دافع. دافع يعني الليلة ليلتي. يعني انت بايتة هنا. ولو فكرت انك تمشي ازعل، وازعل يعني مديحه تزعل، ولو مديحه زعلت هتمشيكي وانت مش ناقصه. تعالي تعالي. لا مدام دافع بقى اجي اهو. الا قولي هو انت بتشتغل ايه يا سلامه بيه؟ دكتور. مبروك. مش مهم بشتغل ايه، المهم معايا كام وهدفع كام. صح، انت صح. هو انت هتديني كام؟ اديك اللي انت عايزاه. بس يا ترى لو اديتك اللي انت عايزاه اخد اللي انا عايزه؟ طبعا. وده كلام، هو ده الشغل. يبقى تقومي تهزي يا حلوه. بس بقول لك ايه، انا عايزك تهزي بضمير، انا مش عبد العزيز. يلا قومي هزي هزي. الله، انت مكسوفه ولا ايه؟ ده حتى عيب على اللي بتشتغل شغلانتك تبقى مكسوف. انا لا مكسوفه ولا اي حاجه، انا بس اتاكدت دلوقتي ان انت ما نسيتش هاله. جبتني مخصوص عشان توريني الهلومه اللي انت عايش فيها دي، انك بقيت راجل غني عندك فلوس عايش في فيلا. بس يا حرام يا حرام، مش قادر تنسى، مش قادر تنسى اللي قالت لك لا. العواف كان فيه وخلص يا عينيا، انت صعبان عليا قوي. بس اقول لك حاجه، انت ما تهمنيش ولا تفرق معايا، وزيك زي اي زبون. عايزه تقولي اني ما فرقش عندك يا بت؟ انا اصلا مش شايفاك. بقول لك ايه؟ ما تنساش تبقى تحس بمديحه على القلم ده عشان ما بسيبش حق. اقعد واتفرج. ومالك؟ Thank you.
بتذل النفوس وضعيف قوي الإنسان من جهله فاكر الفلوس هي السند والأمان الحاجة بتذل النفوس وضعيف قوي الإنسان من جهله فاكر الفلوس هي السند والأمان بالغالب يضحي عشان حبة ورق في ايديه بيقل من قيمته ومذلول ومكسور عينيه بالغالب يضحي عشان حبة ورق في ايديه بيقل من قيمته مذلول ومكسور عينيه الحاجة بتذل النفوس